السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً اليوم رح أوريكم عن أرواجي ومرطباتي. طيب، أول شيء هذه الشنطة اللي أحط فيها أرواجي ومرطباتي. يلا نبدأ. أول شيء رح نبدأ فيه أول مرطب عندي اللي هو هذا بيبي ليبس، مرة حلو، كيف تعرفونه هذا لونه. طيب شريته من سنتر بوينت. ثاني مرطب اللي هو هذا مرطب ايوس، هذا باشن فروت كده شكله من جوا كده. طيب هذا، وعندي احمر ايوس، هذا بالستروبري، هذا الاحمر فوكس، هذا بالنعناع. طيب وفي هذا المرطب مو ايوس بس هو مرطب يعني عادي. شوفوا بحرف مرات عشان انا احط مع بيروج عشان ينشب وكذا يلزق، فنحطه بعدين يصير مرة يصير زين مرات عشان ما يضرب. الحين رح ننتقل للأرواج. قبل ما نجي للأرواج في أشياء تشبه الأرواج. أول شيء عندي هذا تاتو من سالم، مرة حلو. يعني أنا ما شرحت الاستمرار. طيب هذا هو مرة كذا لونه حلو، مرة حلو شوفه كذا بس اصبروا ما عليكم، يعني تقدرين تغمدينه وتفتحينه. هذا هو سمايلي. طيب مرة حلو للمدرسة انك تشوفينه بعدين كذا تسوي بأصابعك كذا عشان كذا يحسبوا اني كان شايفك. النوع الثاني ما اكيد تعرفونه، هذا التاتو. انا عندي هذا اللون، اللي تحطينه تقريبين 10 دقايق بعدين تخرينه، ترى مرة حلو شو اللي تقولينه. أنا طلعت من الكراتين طلع الثاني. طيب مرة حلو. الحين راح نجي للأرواج. أول روج عندي اللي هو هذا الروج، بس مسح اسمه. هذا الروج كذا لونه كذا مرة حلو، شوفوا كذا لونه مرة يعني كذا حلو جميل. هذا اللي هو يعني يلزق، بحط مع هذا المرطب الأصفر ما حبيت اني اشتري مرطب زين، فانا قلت بحبك انا اشتري يعني هي فلوس تصير. وعندي تعرف
هذا لونه احمر خالص. بعض مليون كي اقربه. طيب مره 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 حلو لونه كذا احمر وشوي غامق يعني مو مره عمالي. انا عشان ما احب يعني كذا صغير فعجبني شكله ومرة حلو كذا حجمه كذا صغير حلو. و عندي هذا الروج نفس الشركة اللي جاو. طيب مرة مرة حلو كذا لون جاي على شوية برتقالي مع كذا برتقالي وردي يعني مو مرة برتقالي بس مرة حلو يعني. صغيرة مرة صغيرة حقيقة صغار يعني سائلة ثانية سائلة. طيب وعندي رباج من معك مرة حلو لونه شوف لونه وردي مرة 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 عجبني لونه. طيب يعني حلو لونه. وثاني روج مرة من معك مرة 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 حلو لونه شوفوا كذا لونه أو يعني كذا أيوة يعني مو أنت تحسونه بالنفس لأن حبتي يصير كأنه كذا وردي يعني مو وردي العادي لا وردي على مدري كيف. المهم بس مرة حلو يعني كذا مرة حلو عجبني يعني. بعد عندي هذا الراج من معك من عندكم. طيب هذا من معك يعني عشان مرة واحدة خذيته مع بعض لأن فيه كانت ألوان حلوة. وهذا اللون اللي يجيك كذا لحم فاتح اوكي مرة 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 حلو يعني يناسب للبيضة يعني إذا كنت سمراء ما يعني مو مرة يصير حلو. وآخر راج من معك هو هذا لونه كذا حلو يعني كان يعني على موف على عنابي على ما أدري كيف. المهم كذا لونه مرة حلو حط لكم كيف شو ما يجي كذا. اوكي مرة حلو. وعندي هذا الروج من هذي طبعا الرواج معك هذي مطفية وهذه الشركة حقت الرواج الثاني. كذا لونه اصبر شوي كذا لونه مرة حلو. طيب هي لمعته يعني طبيعية مو اللمعة اللمعة انا ما احب الارانج اللي لمعة هذا لمعة يعني طبيعية. وهذا اخر روج مرة هذا لونه مرة حلو كذا لونه كذا جاي على فوشي على كذا ما ادري كيف. المهم كذا احط لكم في يدي عشان يبان اكثر لونه كذا
بصلاح روح لبابا، او يعني لك انت بابا، بفهمه بابا بقى، بابا بابا يعني كده على بشرتي. مرة حلو هذا، هو هنقرب شوي، لونه مرة حلو طيب. وبس كان ها كانت هاي أشيائي. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت وفيفرت، ومع السلامة.